السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا قناة وين وكونكر. اهلا وسهلا بكم، معكم ايهاب محمد. النهاردة يا جماعة هنشرح اولا بعد ما تنزل السيرفر، بعد ما تعمل اكاونت وباسورد الكلام ده كله على co-leon.com هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف، ويشرفنا الصراحة الانضمام لينا باذن الله تعالى السيرفر يا جماعة، يعني زي كونكر بالظبط، حتى في الاتاكات وفي كل شيء، وحتى بالنظام السيستم الانيما سكن. يعني السيستم ده اصلا كمان لسه هينزل في كونكر ان شاء الله في تحديث، اعتقد ده لسه ورا الجديد او بعده، فاحنا سابقينهم يعني بصراحه. الحاجات دي التصميمات دي موجوده اصلا في ملفات اللعبه، فاحنا بنجيب كل جديد من اللعبه ونحطه عندنا. طبعا ده مع الاستاذ ياسر عامر بصراحه، الراجل مبرمج السيرفر، فحكايه حكايه 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 بجد يعني. طيب بداية كده يا جماعة عشان ما اطولش عليكم، بنروح يا جماعة عند الاكونت ده، او ما بتنزل هنا او بتنزل في النص زي ما شايفين، بتنزل هنا بتنزل هنا بتنزل هنا اينك، تمام. طيب ايه بقى الفكرة؟ الفكرة يا جماعة ان احنا هنروح دايسين على الليفل جيرز، في حاجة اسمها فول اكونت فري سترايك فول اكونت فري بريك، فانا اختار سترايك. بسم الله الرحمن الرحيم. هتاخد ماكس كل حاجة، جاينج وتشي كل شيء، دساش تاخد دي، تدوس على دي اهو. بص بقى هيديك ايه. هلو دبليو كي سي بارتي يونيت فول اكاونت بلس 12 تشي جاينج سب كلاس بيست في بي 6 ومش عارف ايه جيرمنت ماونت والكلام ده كله، ولازم يكون عندي 35 ايتم فاضيين زي ما هم كده. يس. طيب اني كاركتر يو وونت، انت اي شخصية عايزها، فانا عامل دراجون وورير، فانا اختار دراجون وورير. يس. لا ترتيب الشخصيات عفوا، نرجع تاني سترايك. يس ده عفوا ترتيب الشخصيات، في الاول هتبقى ووتر، بعد كده سندر سترايكر، بعد كده يا ارشر. انا بفكر اخليه دراجون وورير يا ارشر، لا اخليه ارشر، انا مفكر اخليه ارشر بصراحة، انا مفكر اخليه ارشر، يبقى اخليه ارشر. تمام. زي ما شفت بص اللعبه كده سيبها، هتلاقي مهنجه كل حاجه، كل حاجه تظبط لوحديها تلقائي. كل حاجه تلقائي تظبط لوحديها زي ما انتم شايفين، والتشالنج اتفتح كمان، ماكس كل شيء. بص ماكس كل حاجه. نطلع بس هنا عشان ما حدش يضرب فينا اهو زي ما انتم شايفين. وكمان اخذنا جيرمنت مونتات زي ما انتم شايفين اهو، بتدوس هنا نيو يير باك امبرا لورد ليدر ومش عارف ايه الفونكس، وكمان ادي الرونزات و 12 انيما، وده سوبر ريفينري باك عشان لو انا عايز اي ريفينري. تمام زي ما انتم شايفين اهو منظرنا كده. ادي الاكونت يا جماعه بماكس كل حاجه، بتاخد تايتل بتاخد وينج، ادي كل شيء اهو زي ما انتم شايفين. عندك اهو التشي ماكس كل حاجة، وعندك هنا اللي هو الجاينج ماكس سترايك اميونيتي زي ما انت شايفين، اكنك اكونتك بياجي جاهز زي ما انت شايفين اهو. وقت كمان التايتل اهو بتاع جراند ماستر، ان انت مقفل كل الايه التشي زي ما انت شايفين. فدي حاجة جميلة جدا 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 بصراحة يا جماعة، بصراحة دي حكاية حكاية تانية خالص ورواية، شايفين الحلاوة. تمام. طيب ايه بقى المسابقة عشان تقدر نكسب سي بي اس وجوائز تانية كتير جدا جدا جدا؟ طيب اول حاجة يا جماعة دي هتبقى عن طريق التعليقات، هتعمل لايك للفيديو، وكمان هتشير الفيديو في كل جروبات كونكر اونلاين وكونكر تايس واي شيء. وخلي بالكم احنا بنعرف برضه اللي عمل شير واللي بيبعت الرابط دي كلها عن طريق احصائيات الفيديو، فبنبعت جوائز اكتر. طيب هنبعت الجوائز ازاي؟ عن طريق الميل بوكس. احنا مش محتاجين منك غير انت تعمل تعليق لو انت لسه بتلعب جديد، وعلى فكره بيبان الاكونتات الفيك، الاكونتات الفيك بتبان. تمام. طيب بيبقى في رقم اي دي زي ما انتم شايفين، كوبي اهو، شايفين الرقم ده اهو، كوبي كوبي اهو، هتلاقي الرقم كده اهو، تعمل كنترول في في اليوتيوب وهيظهر لك الرقم ده، او تنسخه او تنقله انت بطريقتك. تمام. وتحطوا لي التعليق في الفيديو. تمام. يبقى تاني اهو، ادي رقم تاني اهو زي ما انتم شايفين اهو الرقم، بتروح انت
حطه كده اهو زي ما انت شايفين، بيبقى بالمنظر ده يعني سيستم اللعبة. وعلى فكرة سيستم اللعبة شغالة فيه كل حاجة حرفيا، كل حاجة كل حاجة بجد يعني مش هزار. تمام، فانت تجيبولي رقم الاي دي ديه، وكل تعليق هعمل عليه لوف ده هياخد جايزة وتتبعت له عن طريق الميل بوكس. وطبعا الجوائز بقى ايه، ممكن تبقى سبيس 20 مليون سبيس، ممكن تبقى 100 مليون سبيس، ممكن تبقى انمي 18، ممكن تبقى ستاف، ممكن تبقى فول انمي 15، ممكن تبقى اي حاجة. تمام، بس انت اهم حاجة تنضم لينا في سيرفرنا واحنا نكون مستمتعين مع بعض. ما تنساش طبعا تخش معايا في الجلد ها وين كونكر. غير كمان سيستمات كتيرة جدا 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 مظبوطة، مهمات يومية كتيرة جدا جدا. انا شفت يعني شفت فيديوهات قبل كده كتير جدا 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 انا عملتها. في نوعين من اللعبة دي، سيرفر امريكي وسيرفر اوروبي، تنور في اي سيرفر انت عايزه. وانت لسه جديد برضو هتقدر تاخد ليفل جيرز. طيب لو في حاجة مهنجة هتقفل الاكونت تفتحه تاني. تمام، يعني مثلا لو الاكونت معاك مثلا مش راضي يستلم الصف والكلام ده كله، هتفتح الاكونت تقفله تاني وهيشتغل معاك. تمام، ادي الشرح بتاع السيرفر ده وازاي تستلم الجوائز. انا حاولت اوضح يا جماعه الفكره كلها، ارجو ان انتم تستمتعوا معانا بسفرنا الكريم. وطبعا الفيديو ده هيتنشر في كل حته، وكل ما يتنشر اكتر كل ما تاخدوا جوائز اكتر، وكل ما ننزل لكم ايفنتات اكتر. تمام، السيرفر مظبوط من كل حاجه، من اتاك، من حروب، من كل شيء. تمام، ما تنساش لايك الفيديو واشترك للقناه مع تفعيل زر الجرس. الى اللقاء في مزيد من الحلقات القادمه ان شاء الله. سلام.